هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا يوم الثلاثاء الماضي ويوم الأربعاء كنت تكلمت على موضوع المحاكمة تاع المتآمرين على مستشار رئيس، يعني متآمرين على الرئيس، على مستشار رئيس. و تكلمت اني اعطيت الشيء اللي قدرت اللي نجيبه اللي يخص المحاكمة هذه اللي كان باطلها العقيد بوعلم بن ناصر اللي هو كان شاهد، كان شاهد ويضرموه يحطوه شغل مذق الشام يحوش الهدف تاعهم. المتهم الرئيسي هو طارق عميرات، يحبوا يحطوا ظر في بلاستو كولونيل بن ناصر، لكن ناصر دار لهم شوكة، دار لهم ماشي سهل. طبعا العصابة زعزعوا، قالك مين جاب معلومات هذه وكيفاش هو يحطها، وطلقوا الابواق تاعهم، هم منهم سي عبدو سبصار شو يقول لك راه ما كانش منها هذه. سمعت احنا لما نكتبوا حاجه ما نقولوش نابورت كوا، لانه انا اللي نقولوا في اليوتيوب سيبوا في اتلايا، نكتبوا في اتلايا مات وأتلاير ما تجيش تنشر فيها أي حاجة، شي أروح ونشر موقع دولي. المقال اللي نكتبه يتنشر بثلاث لغات، فرنسية إسبانية إنجليزية، يعني عندك غشي كبير اللي يقرأ سفارات كذا، يعني ما هوش حوليك الموضوع اللي يخص المحاكمة. Le colonel Ben Nasser, ancien consulat à l'Icône, défie le général Shingriha et exige sa présence pour une confrontation. Et nous, quand le colonel Ben Nasser, il dit que le colonel Ben Nasser, il dit que le colonel Ben ما يقدرش يصدق، اما واحد شجاع يصدق. انا نصدق لان انا درت نفس الشيء، ماشي في محكمه ولكن في بيرو مع دي كرونال مع دي جينيرو، نقول واش لا في اجتماعات. اما واحد جبان ما يقدرش يصدق، هذا هو. انا نزيد اليوم احد المصادر يعني اللي ما فيهاش ايوتا دو دوت، غرام شك ما كانش، يزيد يقول لي بلي هذا الكولونيل بن ناصر لما لان هو كان شاهد، كي ترفعت الجلسه واجلوها لنهار 3 مارس، لان هو طلب شهاد حضور سيمبو لحيا واسيا مهيلي اللي هي بسيها وطلب حضورها، وما حد دارين كلش باش ما يحضروش هاد الزوج هاد. ففي الوقت اللي كانوا دارين الصف باش ياخذوا لي كونفوكاسيون تاع الشهاده باش يجيو يحضروا كشهود، الكولونيل بن ناصر حكم الجنرال
ولد زميرلي ندبلو ندبلو ما خلالوش السيد قالك مهبط راسو مهبط راسو ما قدرش نورمالمون تو جينيرال كنت مدير مركزي تاع الجيش يجي كولونالي مرندك الاقل قل له حبس سي محمد احترم نفسك ماكش قادر ترد ماكش قادر تعطي له الصرف مي على الاقل كلم قل له حبس عيب واش راك تقول لي اعطى لانه ما هوش عيب لما كان يمرمد فيه العيب لو ما مرندوش فوالا هذا هو العيب دونك السيد هذا ما هوش سهل زيد لولا هو ما اكدش قال جيبولي حسين بولحية ومن هاني آسيا نوش يرفعوا الجلسة وقال كان يكملوا لأنه علاش حسين بولحية ومن هاني آسيا ما يلزمش يحضروا كشهود نعم لأنه لو يحضر حسين بولحية ما حيدخل الحبس لأنه هو اللي متورط في القضية في نفس المستوى مع طارق عميرات متورط في القضية وآسيا ملهاني نفس الشيء متورطة أكثر منهم كامل تروح الحبس لكن بما أنه حسين بولحية مجرم كيفهم كيما ناصر الجن كيما جبار كيما معاد هذو كانوا كلهم في السبياني كانوا يقتلوا قتالين دونك يزم يخرجوا صاحبهم طارق لأنه طارق عميرات كومبليس معه ما كانش يقتلوا لكن كومبليس في القضية تاع هذه المؤامرة هذه اللي ما كانوش ينتظروها تاخذ هذا السرعة هذه السرعة وتاخذ لا تورنيور هذه توصل هذا الحد لأنه في البداية وش كان بداية الأمر الحكاية بدأت في 2014 يعني كنا بن ناصر كان في الجزائر كان يخدم في مدير الأمن الخارجي اللي كان مدير الأمن الخارجي كان بوزيت أظن بوزيت اللي اليوم راهو في السجن حاكمين عليه 18 سنة سجن وعلاش لا تركش قال لك تهمو بالتقابر مع الإمارات كيفاش؟ قال لك هذا السيارة من عند إماراتيين دارو سيارة كادو إماراتيين هداو سيارة كات كات لكل مديرين مركزيين في وزارة الدفاع هو كان مدير مركزي علاش الأخرين ما تعاقبهمش وهو ضرب 18 سنة على السيارة مع العلم أنا بوزيت ما ندافعش عليه قولها أكثر من مرة بوزيت محمد المدعو يوسف ما ندافعش عليه لأني كنت احنا من دفعة واحدة خارجين من دفعة واحدة درنا مع بعض 9 شهور تاع بليدة كدا إنسان محبوح ترونكيل كدا كامل ولكن النهار اللي توفات الوالدة ديالي في سبتمبر 2015 هو كان مدير الأمن الخارجي يتصل بي سعيد بوتفليقة ويقولوا دبل التليفون تاع هشام باش نعزيه يروح هو باش يضرب الشتاء يتصل محمد عظيمي اللي كان صديقي وما زال صديقي وحنا يعني رفاق درب يعني درنا مدرسة الصحافة مع بعض خدنا في مجلة الجيش مع بعض ناخر بعد عظيمي كان خرج برتبة كولونيل كيف لا ريتريت عيط له قال له اسكو عندي تليفون تاع هشام على بالو بلي يصيبو عندي دونك عظيمي راسلني كذا منا تكلمنا في التليفون انا راني كنت في اسبانيا
ولا واحد كان عنده رقم الهاتف عظيم يتصل بيه على الميسنجر، عطيته رقم تاع تليفون، قال لي راه بوزي دوموند النومرو اسكو ندهولو، قلت له ندهولو ما عليه. انا قلت بون باش، لانه هو اللي يسمع، قال هو اللي يخبره، قال له راه الوالده تاع هشام توفات. بون السيد لما عطى له التليفون، انا ما نسحقوش يعزيني، انا عجبهم كاع دول تاع الجبانه. 12 تاع الليل يرن التليفون، شكون سعيد بوتفليقه؟ يعيط لي يقول لي انا سعيد بوتفليقه، سبيته وكلام تاع وليد باب الواد يعني ما كان. قعد عاود عيط لي، قال لي قلت له معايا صحه اوكي. المهم اللي جاب الاخر اروح ندخل تفني معاك ونبعث لك الطياره تاع الرئاسه. قلت له راح تعرف انا الجزائر اكبر مني، وانا باش من بعد غدوه نغلقوا لي فمي ما نزيدش نتكلم. المهم حكيت في الموضوع هذا اكثر من مره. دونك بوزيت انا ملهيه، خذيت موقف منه جبان الى درجه انه يعني يم التليفون تاعي بلا ما يشعرني، خايف يعيط لي ويقول لي لا، هي خايف يعيط هذا. المهم بصح حاجه وديما نقولها وقلتها اكثر من مره، انه ما تقدرش تشك في وطنيه محمد بوزيد، مهما يكون يعني مهما يكون خلاف بيني بينه، تقدرش نشك في وطنيته، تقدرش تشك في نزاهته. كي يبيع يبيع الاماراتيين، ما هو الحبس عطيه 18 سنه. درك واحد كي يشوف يقول لك ياكلوا بعضهم، وهي الحكايه كامل لانه حاسبينو على قايد صالح هذه الحكايه. المهم دونك الحكايه تاع المؤامره اللي بدات في 2014 لما كان بن ناصر في الجزائر، كولونيل جنرال ماجور كان يوسف محمد بوزيد، طارق عميرات كان في الجزائر ثاني. وبدات الحكايه منين؟ استغربوا الحبيب عشي اللي كان قاضي بحقيق، كان هو مازال ما غادرش الجزائر، كان خدم في الجزائر، زوجته تتصل ما نعرف كيفاش اتصلت، هذه من بعد تبان نهار المحاكمه راح تبان، لانه الحبيب عشي شاهد في القضيه، هو شاهد في القضيه. تتصل واحد دبلوماسي في قنصلية من القنصليات، يعطي لها ان ديسك دور، ان ديسكات ولا ان سيديروم فيه الحسابات تاع بوتفليقة كامل في سويسرا وفي فرنسا في الخارج، فيه الحسابات تاع بوتفليقة في الخارج. هاي منين بدات الحكاية؟ تمد هذاك الديسكو دور راجلها اللي هو الحبيب عشي اللي كان يعدي في قناة أمل تي في لما كان في فرنسا. الحبيب عشي حب يمد الديسكو دور ديريكتومون لتوفيق، كان ذاك الوقت توفيق مزال 2014 كان توفيق مزال هو مدير، حب يمد كاسيت لتوفيق. بون صعيب باش توصل توفيق، سي با فاسيل باش توصل توفيق، توفيق ناس خدم معاه ما يشوفوهش، هنا حد يحب يتقرب يقول لك ذاك. المهم لما خبر باللي عنده حاجة كذا منا، قال له تمدها للكولونيل، ليبوك كان كوموندون، بن ناصر، بوعلم بن ناصر،
دونك كان المفروض يمد سيسكدير الكورونال بإعلان بالمعسكر يعني كوموندون داك. شوف كيفاش طارق عميرات دخل روحه كان محتوى في الأمن الخارجي يدي هو الديسكودير كي يديه لمن يمدو يمدو للسعيد بوتفليقة. ديسكودير فيه حسابات ليكونت بونكار تاع بوتفليقة في الخارج والأموال اللي عنده يحمد يا سعيد ولا شوشو ديالو طارق عميرات عميرات ولا شوشو راس ولا مدلل ولا المدلل ديالو زاد راه قطع كل تفاصيل كيفاش تخدم مديرية الأمن الخارجي سعد الفقيه ما يعرفش كيفاش الأجهزة المعقد من الأجهزة الأمنية ما يعرفش كيفاش الأجهزة تشتغل دونك ولا هو العين ديالو في مديرية الأمن الخارجي سي عشي الحبيب عشي يهرب هرب فرنسا داير من هذه كان ينيغوسي كان يتفاوض على العودة تاعو للجزائر جبد موضوع هذا ديسكودير على هذي عاود خرجت الحكاية وقالوا منا تهددت وكذا ومنا على جال ديسكودير وهذا اللي عاود خلو دوك راهو في الجزائر على كل حال ويسناكش ما يعطو له منصب وتصبر له موراه قال لك راهو مدلل بعد نجو لحكاية الشهادة ديالو في القضية هذي على كل حال راهو يعني مليح نعرف مليح احترام متبادل وشي اللي دارو حر انا قلت لان قالوا لي راهو تخلوا راهو توقفوا حر من حقه درك انو تدخل في الحكاية تاع هذي تاع ديسكوديوس نورمال نتكلم انا عندي معلومات صحيحة لو ما هي صحيحة يقدر هو يمشي للقنوات زيكو تاع القناه العرب الاستحمار وصعد بدور يقول لهم راه هشام عبود يكذب هكذا هكذا وبيان ياخذها من جانب يعيط لي عنده التليفون تاعي عنده كل الاخر عنده الايميل ديالي بعد يقول لي يا هشام راك غلط راه ما كاش منها شفت كيفاش مانيش نتكلم على واحد مش قادر يجاوبني عارفين نعرفو وانا المصادر ديالي لا يلقى لها ادنى شك وعلى بالهم اللي يتكلم نضرب في الصحيح يعني حتى لما اجتمعوا لما اجتمعوا حسين بولحية وأسيم الهاني ومعاد كولونيل معاد في البيرو تاع كولونيل معاد لمدة 3 ساعات بعد من غدوة بعد الجلسة الأولى سمعت ناس تاعو قال شكون اللي قالو يا باغالون قال شكون اللي قالو ثم كيفاش تعملوا اجتماع تاع السوايع مع شكون حسين بولحية راهو بور لو مومون عنده دوك تقريبا عام ولا شويه اكثر في 4 نفيرات زعما راهو اون روتري وما يحرقوا به من تحت لتحت بخير يجي يقعد مع رقم 2 في دي جي دي اس او معاه في اجتماع وشكون معاهم هذه اسيام الهاني اسيام الهاني هذه كانت دايره شي كوره في مديريه الامن الخارجي النهار اللي طلعت في المنداف راديوها راديوها عطاها لا روتري تاعها ومن بعد عاودوا ردوها بضعة اشهر عاودوا ردوها وعطاوها كونتراكتويال كونتراكتويال ماهيش المستوى تجتمع 3 سوايع
معارك من اثنين تاعنا. الناس كامل كانت تكلموش راه مازالوا مازالوا اجتماع مازالوا اوكي سكت انا كاين ناس كامل تهضر يقول لك اجتماع ثلاث سوايع نورمال يوصل عندي الخبر ماشي شي طبيعي شنو يوصل الخبر ليه راح علينا دابا ما كانش سر في الجزائر شو محاكمة تاع شاب سيكتور الولاية في قسم تنايجيب ناس حاضرة في هذا راهو تريبيونال محاكمة هذه تاع بليدة شنو ما يجي الخبر وناس تفيق فيا وين نعطيك بالباء والتاء ما كانش حاجة اللي تجي لنا قلت ما اجتمعوش ثلاث سوايع وعلاش اجتمعوا ثلاث سوايع باش يقنعوا آسيا ملهاني باش ما تحضرش يا شاه وتفاهموا كيفاش يديروا باش آسيا ملهاني وما محسب لها يبقى يحضر خاصة آسيا ملهاني خايفين لو كان تطلب كلش على تلقط راح من البلاد راح وكامل المهم نكملوا لا كرونولوجي دي زافير دلافير كيفاش هذا الشيء مهم جدا ديسكو دور دونك تاع بوتفليقة عند سعيد جماعة اللي يبداو يخربوا على على بوتفليقة لأنه كان مريض وبداو يحوسوا بداو لكن كانت على مستوى دا ان ديبلومات مام با قنصل مرت الحبيبة عشي واش المسؤولية عندها واش من الاخر دور سياسي عندها باش تروح تجيب هاد ديسكو دور وتمدو الرجلة وهو واش حبيبة عشي واش دخلوا ولا باش كلها لوقا باش نعطي التوفيق وتمدو التوفيق والتوفيق هو كان الحارس الامين تاع بوتفليقة يعني سيتي ضربة بور يان كو دي بي دون لو كيما يقول entre temps donc si طارق عميرات ولا المدلل تاع سعيد بوتفليقة في نفس الوقت في نفس الفتره هذه كان داير اونكيت على محمد اشرف طرطاك اللي هو ولد جنرال عثمان طرطاك اللي يقولوا بشير طرطاك واللي كان منسق تاع الأجهزة الأمنية سعيد بوتفليقة باش يبقى هو يتصرف في جهاز الأمن ما حبش يعينو مدير كيما كان يعني يخلف توفيق باش يبقى هو المعلم طيب هنا تبان المعلم وين باش صلحت لما بشير سمع باللي طارق عميرات قاعد يخرب على ولده حتى وان كان ما عنده حتى ما صاب له والو ولكن داني فقال لك هذا اللي يجي انا منسق اذا قاعد تحوس عليا تحوس على ولدي وطارق عميرات هذه عنده في الدم عنده في الدم زفاف زفاف يموت يموت دايور بعد نجو ليها بعث 34 ضابط دي جي دي اس او معاه بعثهم للمشنقه تاع السي بي ام بعثهم للمشنقه بعد كلمه بشير لما سمع بلي طارق عميرات قاعد يبحث عليه على ولده عيط البوزيت يوسف قال له ابعثوا ليكول نروح ليكول فواد كاراج في المدرسة تاع بني مسوس بعثوا بوسيت بوسيت ما يقولش لا سمعنا يروح عند سعيد بشار يقول له فوالا شوف بعثني وكذا منا ومن هي سعيد يرفع التليفون يعيط لبوزيت قلو شكون الشيف تاعك كل مسؤولية هذا السؤال يعني يحمد ربي بوزيت نعرف يجاوب قلو الرئاسة رئيس قلو فوالا
هيك على بالي الرئيس. دونك تعاود ترد كوموندون طارق للمنصب ديالو. بشير ما يقدر يدير والو داك الوقت. ردوا بقى بضعة أسابيع ويبعثوا مسؤول مكتب الأمن في روما. يبقى في روما ليه؟ ضرب فيها مونس ويتعين في باريس. دونك باريس كان فيها كولونيل دابور، كان كولونيل بن داود، بعد خلفه كولونيل بوغابا، وجا هو كوموندون. شوف تحبط باريس كمان حاجة عالية، لأنك لأنه ينسق مع الأجهزة الأمنية الفرنسية. الأجهزة الأمنية الفرنسية كان عندهم كولونيل تعملوا معاه ولا كوموندون. بطيخ صعب ديجا سافا لور دوني اون ايدي، يقول لك واش صاير في هذه البلاد هذه. وهذا هو التنسيق اللي وصل الأميرات للحبس، التنسيق الأمني. وعلاش نعطي لك المسار تاع الأميرات باش تعرف كيفاش صاب روحه هو المتهم الرئيسي في قضية تاع مؤامرة ضد هما حنا ضد المستشار الرئيس. يعني الحكاية هاي اللي بدات ودركت وعلاش نعاود نخرجنا رجعنا لحكاية الديسكو دور. على بالي راه من جبار وعاد هادو المجرمين هادو راهم دايخين، يقول لك السيد هذا قاعد معانا ولا واش. نقول لكم لا كاينة كلمة زايدة، عندكم صحافة بودورو تحت يديكم، قنوات العار تحت يديكم، وباسي كذبوا قولوا ما كاش منها. المهم طارق عميرات لما طاح بوتفليقة وطاح السيد بوتفليقة دخل الجزائر، القايد صالح يقول له واشني اتصالاتك مع الأجهزة الفرنسية واشني كذا، وكان مد الأجهزة الفرنسية وثائق ومد لهم دي سي دي ومد كذا، ولكن في إطار التنسيق الأمني. سي دونك هاد لا كوبيراسيون، هي كوبيراسيون افيك لي فرونسي لي أمريكان لي بريتانيك لي إيطاليان. فيهاش هذه، انا واحد استفدت من تكوين انفورماسيون داناليست، تكوين تاع محلل سياسي عند الاجهزه الايطاليه في مارس 90. مشيت نو ما ناش قادر التكوين هذا نديروه في الجزائر، تكون في ايطاليا، تكون في كذا. مشيت لتونس، كونت في تونس ضباط تاع الامن العسكري التونسي في طرف لا، وجاو تواسع عندنا ورحنا عندهم مع المغاربه نجتمعوا في اطار مجلس التعاون الامني المغاربي التنسيق. دونك طارق عميرات اللي عليه عليه ولي خاطي خاطي. العلاقات تاعو مع الاجهزه الامنيه الفرنسيه ما تسماش عماله، ما تسماش عماله. ولقيت صالح اتهمه بالعماله، قال له علاش ما تخبرنيش؟ يعني مرها ولا كان ضابط يخدم في اي منصب يخبر مباشره نائب وزير الدفاع او قائد اركان الجيش، عمرها ما صارت. رماه الحبس، رماه الحبس، ضرب بعد 8 شهور، 8 شهور هكذاك. مات القايد صالح بدات الامور تتحسن بالنسبه ل داو يخرجوا من الحباس توفي قرج نزار نحاولوا هذيك لا كونداناسيون
بداو بخاري فريد خرجوا لي معاه كامل بزاف اللي كان في العرسه اللي كانوا هاربين لاسبانيا حسين بولحية وناصر الجنة رجعوا. دونك هو اما مشات جرات ادوار تاع غوش مجاهده تاع الناس خرج من الحبس رجع وزاد ضرب بها طلع في الكراد ليوتنون كولونيل طلع ليوتنون كولونيل وين يروح وين يحطوه يحطوه في يرجعوه لمديريه الامن الخارجي. مديريه الامن الخارجي شكون كان فيها؟ كان جنرال محفوظ مقري نور الدين كان مريض يعالج كل يوم هو في السبيطار يعالج. وشكون كان داير معاه اجوا؟ داير معاه حسين بولحية مساعد حسين بولحية. حسين بولحية هذا كي هو كي ناصر الجن نيفو تحت الزيرو عنده زيرو موان كات وباش ما يبينش بلي راه زيرو موان كات يجيب طارق على الاميرات هذاك يدبر عليه جيب فلان حط فلان جيب فلان حط فلان عاد هو باباه في مديرية الأمن الخارجي ومن هي اللي رمى 34 واحد من صحابو بعثهم للسي بي ام اي سلكوا ما دخل ما دارش الحبس ورجعوهم ل خاطرهم لا روتريت. سي ميرات راهو في مديرية الأمن الخارجي مع حسين بولحية ربوبة دات حكايات الابتزاز بداو لي كومبلو وكذا ودخل جبار في اللعب وبداو يستعملوا في الجردان وفي في لي بينيكلي وبدا زعما يخطوا يوصلوا الى انهم بداو يديروا دي فيش للناس يديروا في الليل ودخلوا فيها جنرال ولد زميرلي وخوه عمر كولونيل جنرال ولد زميرلي كان دي سي اس كان هو المدير المركزي للجيش الامن الجيش كي بدا الدعوات تخلط كولونيل بن ناصر كان كونسول في ادي بعيد على كاع الشبهات بعيد على هاد الشبهات حبوا يدخلوه في المعمعة حبوا يدخلوه في المعمعة لأنهم في فرنسا صعيب عليهم يتحركوا يديروا كلش في إسبانيا وفي إسبانيا لو سول كونسول حسب معلوماتي اللي تابع الجهاز الأمن هو أبو علان بن ناصر كي شاف دعوة فيها دونجي تلعب براس الرئيس وتحطني أنا في مانيش بومعرفي راجل مثقف قاري خارج من غروند يونيفرسيتي اوروبيان تجي انت تحب تحسبو بومعرفي تقول روح تخ الرئيس تخوينا نو قال لا ما لعبش هاد اللعب ما تلعبش هاد اللعب مالا سي محمد كافيكتيفيتي ندوف محتاجوا واحد اللي يلعب اللعب في تيور تيندوف بون المسار ديالو تيندوف كان مع الكرواسان روج مع هذا الجماعة تاع في لي كون تاع البوليساريو
راجل بوم يعرفوه ناقم على النظام، يعرفوه ناقم على النظام، وهذه نوعية الضباط نعرفها مليح، يعني كنت منهم، كنت من الناس ناقمين على النظام. كنا كنتلاقى في بيرو سواء أنا وكنا نطر بالناصر صقع راس نتلاقاو، كان حاكم بدوسي تاع البوليزاريو بالناصر، وبخاري ماشي فريد ولده فريد بخاري بالقاسم، يعني فحلو نقعدو طايحين على القيادة على الناس كامل. السيد عارفينه بلي راهو ناقم على النظام، وزيد النقمة تاعو كثرت اللي نجيبو من ألي كونتر ميلتين دوف، حبوا يديروا له إنكاب، تهموه باللي هو اللي راهو يبعث في معلومات الأمير ديزاد والجرد والقضاء ومنارك السيد خاطئين ريانا فار في هذا الفلك الفلك بموطين كبعد يمدوا أمر الشاب دي ريجيون تاع الشار تاع تنسان يقولوا ديروا في ليزاري، يديروا في ليزاري. من بعد شافوا باللي السيد ما كان والو رينا غراتي معاه، داو الحماقير كما كنت سبقت وقلت بلي حماقير داس ما عنده في مال، عنده ما يدير انسان ثقب بهذا المستوى ترمي الحماقير تسمى راك قولي سي نورمال، هما اعداء الثقافه والعلم والكفاءه، يحط لك حسين بولحي ولا ناصر الجن ماهوش قادر يحكم ديسكيشن بربع ساعات، تحطهم هذوك مولان جبار ولا هذو ما تحطهم. حطوا في حماقير وما زالوا اون بوست في حماقير، زالوا اون بوست في حماقير، هو راهو اون بوست وانتر طون في الدزاير. مديرية الأمن الداخلي قاعدين يحقوا في قضية تاع ماشي في في خربيشين في تغماس وكذا، مادام ولا واحد منهم معني بالتغماس ولا واحد من جنرات معني بالتغماس، دونك يحقوا لانه قضيه تاع سيفيل. لو كان كانت قضيه تاع عسكر راهو طارق عميرات داوه لدي السياسه يحقوا معاه، طارق عميرات داخل حساب راه عيطوا له باش يحقوا معاه، هو اللي تي اون بوست في مديرية مع حسين بولحية، وكانوا يخدموا العفاسية ما تاع الابتزاز وتاع سريب المعلومات والشريات وكذا، ولا هاي طولوا العنطر راح يحقوا معاه. التحقيق السيد كان مقلق منين داك يقول لهم بون سنا فوق نعيط للمراه تجي تريكيبيري الطوموبيل باسكو باش دراري من المسيد، قولوا لا با بروبليم دوك تنكملوا وتروح لنا. هو بقى مقلق على الطوموبيل، تفضل الى انسيستي دخلهم الشك، قال لك واش فيها الطوموبيل هذه، راحوا هو قاعد معاهم راحوا يحلوا الطوموبيل في التوسيبو اللابتوب ديالو سي بورتابل يحلوه يسيبوه خير لي فيش لي ديال الناس لي زيمان لي يكتب لي لتر انونيم لي لتر دو شونتاج وبعث لهذا وبعث لهذاك وبعث منا، يعني كاع الحكايات فشت. جماعة تاع الأمن الداخلي ما على بالهم واش راهم يديروا حسين بولحية وطارق عميرات ولا الثاني راهم يديروا فيه الخارج، دونك بالنسبة ليهم خارج الطريق يطلعوه موندا ديبو، يطلعوه موندا ديبو لأنه السيد لا يزيدو يجيبو كولونيل عمر ولد زميرلي. كولونيل عمر ولد زميرلي كي غير جبدو له لاخر باسكو في الحساب كان يستغلوا الاخر وخوه على بالو تاع الجيش اللي كانوا يشرو فيها لشي ضباط شريات هكذا. الكولونيل عمر والزميرلي
حسب المصادر ديالي نهار هذاك حاول ينتحر، حاول ينتحر، وإلا راني نكذب يبعث لي يقول لي ما كاش منها، وأنا عندي شجاعة باش نقرا ونقول قال لي ما كاش منها، هيك أحلى مشكل. وعندهم صحافة بودورو، وعندهم قنوات العار والاستحمار يقولوا راهو هشام عبود دار كذا يحكي على القضية هذه، وراهو يزيد من عنده وكذا، ومنين جاب المعلومات، ما درتلكمش كاع منين جبت المعلومات، سي صح؟ غادي نقولوا نعاود ما كانش سر في الأجهزة الأمنية الجزائرية ولا على مستوى الوحدات العسكرية ولا أي جهة. اليوم أولا داخل المؤسسة العسكرية الناس ناقمين على القيادة العسكرية وعلى الشنقري حاب التحديد على هذه، دونك أنا سي بوفيا ثقة يقول لك هاك ترك أعطيهم الحس أتفضل سي نورمال، ما همش ناس اللي قال نشري فيهم ولا نشريو فيها، لا ناقمين على بالهم بلي أنا كي مدورين مدها دون توت سا ليغور ريكوبي ونشوف مع المزرعة هذا مع المزرعة هذا سي بون جوز، ونعرف مستوى كل مصدر، لأن كي درك أنا كي نمد المصدر الأول يمد لي، كي نشوف اللي جبت أنا نفس العام من جهة أخرى قال لك كان اللي مازال ما مدليش ومديت قال لي صح الله يشيل منتو كاع راه صحيح، أما لا نزيدو لك هذا هو مصداقيته. دونك كلونا العمر صبروا في السبيطار قبل ما يروحوا الحبس راح السبيطار، و سي خونا الأميرات في السبيطار، وبدا التحقيق على حكاية هذا براوات وحدة. اثناء هنا نرجعوا للديسكودير تاع الحبيب عشي، اثناء المفاوضات لان هما داروا حمله وبداو قال نجيبوا جماعه للداخل في الخارج، مش العام هذا ينسكتوا الناس كامل، اللي يتشرى يتشرى واللي يتهدد يتهدد وكل هذا واش ديروا، وبداو بالواحد دخلوا اللي دخلوا اللي ما عندهم حتى الاخر بداو، وخلاو اللي خلاو خلاهم دعدي واللي ما كان يدير حتى شي يعني لا دخلوا هذاك مخبوطه مخطوبه ولا مخبوطه اللي زعما كان في رشاد وكان في لافافاس وكان في كذا، دخلوا اخرين هكذا جماعه تاع قشبخته سونز انفلونس اوكين سون في لما كانوا يتفاوضوا مع الحين باش يجبد لهم قال ما انا ما كنتش معارض، انا عمري ما عارف النظام، انا هاوليك واش راه حكايه الديسكو دور، وليت مهدد وكذا هربت. هذا حكايه الديسكو دور ويا سي عميرات وعلاش مديت حل سعيد بوتفليقه ياك دا دونك كبرت. من بعد اليوم الشيء اللي راه حصل هو انه حسين بولحيا وجبار ومعاد لما فهموا ناصر الجن باللي هو ما وراش كان، وبالتالي يلزم نسلكوا طارق عميرات، لازم يخرج كي الشعره من العجين، كيفاش نديرو؟ نمسح الموس في كولونيل بن ناصر، اي نعم نمسحو فيه الموس، ولكن طاح في واحد عاصي ماشي سهل، ولن فضحهم نهار الاول بانه كان مؤامرة ضد مستشار رئيس وطلبوا منه باش يمضي شهادة ضد ولده يعملوا دوسي، وكانوا راحوا
في حماقير، عرضوا عليه قالوا شوف ادخل معنا في اللعبة وترجع البوست ديالك وهيا ندير معنا دوسة على الناس وكامل، قال والو ريان حماقير ولا انتوما، حماقير ولا انتوما، لأنه كاين رجال. لأني دائما نقول الجيش الجزائري فيها رجال، المخابرات فيها رجال، ما همش توز دي بوري، ما همش توز دي بوري. ثم ما جابوه كشاهد باش بعد يسوي بروحه يولي متهم، يخرجوا سي تاع الميرات كشعرة من العجين. كي جابوا قال لهم انا ما نتكلمش غير جبتو وسيمبول حيا، عطى للمحكمة عطاهم كاع واش كاين، حتمت عليهم حسين بولحيا وأسيا ناهل ملهاني وجيبوا لي شنقريحة لأنه وراه يكوفري فيهم. إيه شنقريحة راه يكوفري فيهم، جيبوها. لا وحصلوا على هذيك، ارفع الجلسة او نهار وما يخدمو، وراء هذاك الاجتماع تاع تلات سوايع عند سي معاد ومع اسيام الهاني وحسين بولحية، قل لك هشام كيف تجيب الخبر هذا؟ كيف تجيب الخبر يا بغالون؟ اسكو نتوما ما عندكم حتى مصداقية، ما عندكم، كيفاش تخمو؟ اجتماع ما يندارش ليه، روح اخرج، روح تغدى وروح لاحظ بعيد. يبو كامل بيرسونال يشوفيه ومستغربين كيفاش ثلاث سوايع مع شكون حسين بولحيا ني بلو اكتيف، يعني اللي اكتيف مي ني بلو، ما بقاش في المركزيه، و انسيام ما بقاتش لي كونتر اكتويل، المستوى ماشي تقعد ثلاث سوايع اجتماع شي نورمال تخرج يخرج خبر. أردك واش اللي حصل؟ وأنو تم تأجيل الجلسة إلى يوم 3 مارس، وبمجرد ما أعلن رئيس على تأجيل 3 مارس، معاد شخصيا اتصل بجرد لندن اللي كان يقول كان مدو خلاص ما عادش دور عليه، جرد هذايا مسخان من جكدا. لطفي نزار عيط له شبعوا سبان باش كشفهم حتى التليفون، ما كانش عارفين باللي التليفون هذاك اللي نحاولوا هاو ديك التليفون اللي نحاولوا، يعني كيفاش نحارب باش نعرف كيفاش نحارب التليفون باي اي دونك يعيط له ويقول له اتصل بخو كولونيل بن ناصر يخدم في عنده رجل اعمال عنده شركه في بريطانيا وين، اتصل به وقل له يقول لخوه لو كان كش ما يقول نهار 3 مارس راه نهار 2 مارس يكون ميت، هاو التهديد الاربعه نهار 2 مارس، يعني يا كولونيل بوعلان بن ناصر لو ما تلتزمش وتقول باللي راني ما نقول والو نهار 2 مارس تكون تعيد. لانه اذا طلب باش يجيو شهود واش مكتوب في لا كونفوكاسيون، جاتهم لا كونفوكاسيون حكوا لهم
واش مكتوب في لا كونفوكاسيون. هنا القضاء على المحل، لا كونفوكاسيون نقرا لكم واش مكتوب عليها. زيد تقول لي منين جبت لا كونفوكاسيون، شكون فاتها هذيك؟ يقول لك يضطر المعني بالامر انه في حاله عدم حضوره او رفضه الشهاده او الشهاده بالزور سيعاقب بمقتضى القانون، كما يؤدي عدم مراعاته بالحضور بالتكليف، عدم مراعاته بالتكليف بالحضور المسلم إليه، يعني لا كونفوكاسيون هذا يقول لك سيؤدي إلى وجوب استعمال الإكراه بواسطة القوة العمومية والحكم عليه. يعني إذا سيمبو لحية وآسيا من هال ما يحضروش، يبعثوا لهم القوة العمومية يجيبوهم ويزيدوا يحكموا عليهم لأنهم ما رفضوا يجوا يشهدوا، راهم في النازعات غرقا، راهم في النازعات غرقا. غدا نعطيكم التكميلات تاعي راهي رايحه هنا، كاين دي برونجمون نتاعنا اللي نبرك يحضروا يعني البروسي كاش يحضروا. شفتوا بلادي وصلت يا ناس؟ شفتوا بلادنا وين وصلت؟ في بابيت مستوى تحت الزيرو، تحت الزيرو، سواء مدير الأمن الخارجي، سواء اللي معاك، سواء الداخلي، الله ينوب كامل، كامل الله ينوب. وما خفي أعظم، وما خفي أعظم، لأني راح نزيد نجبد من بعد. راح نزيد نجبد من بعد، نزال الخير القدام. كل ما نقولوا ربي يستر بلادنا، ربي يبعد عليها ولاد الحرام، ربي يعجل برحيل عصابة العراية المجرمين، وربي سبحانه يقول لك انت عليك بالحركة وانا عليا بالبركة. ما تستناش كل شيء تحلك من السماء، يلزم تتحرك يا جزائري، يلزم هذا اللي عشناه عامين 2019-2020 ها وليك. Yeah.